صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 43 لسنه 2024 بتعيين نائب امين عام مجلس الدفاع الاعلى جاء فيه يعين العقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر ال خليفه نائب مستشار الامن الوطني نائبا لامين عام مجلس الدفاع الاعلى بالاضافه الى عمله وذلك بدلا من الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد بن عبد الله ال خليفه.